احسن كادو تحياتي سيد الباشا وتحياتي لسعد الصمد اخانا البرلماني اللي توصل صوت الساكنه وصوت المعاناه الاقليم لقبه البرلمان. اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم مباشره من مدينه بوجنيبه اللي كتواجد نواحي مدينه خريبكة اللي كتبعد على مدينه خريبكة تقريبا بشي 12 كيلومتر. فمشاهدينا كما تشوفوا معنا حملة طبية لفائدة موظفي وأعوان السلطة، يعني اللي جاوا باش غادي يشكروهم على مجهوداتهم طيلة فترة كورونا. صراحة فعلا هاد الناس هادو كنوقفوا لهم وقفة احترام وتقدير، لأن في زمن كورونا ما دخلوش، في زمن كورونا كانوا واقفين، في زمن كورونا ما كانوش الكونجيات، في زمن كورونا كانت الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة. هاد الناس فعلا يستحقوا منا كل تقدير والاحترام، والكل هنا يعني دار واحد الالتفاتة، يعني حملة طبية هذه التفاتة اللي هي صراحة رائعة. خليكم معنا اللي كتشوفوا معنا، احنا كنتواجدوا الآن بباشوية بوجنيبة بحضور باشا المدينة وكذلك برلماني رئيس جماعة بوجنيبة وبرلماني سي عبد الصمد خنانة. فخليكم معنا نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، نشوفوا الأطباء اللي حاضرين اليوم بباشوية بوجنيبة. وتحياتي السيد الباشا وتحياتي للسيد البرلماني سي عبد الصمد خنانة، الحضور ديالكم لأن كانت هذه صراحة وقفة احترام وتقدير. تحية لأعوان السلطة وتحية لكل الموظفين هنا بباشوية بوجنيبة اللي كانت هذه الالتفاتة من أجلكم أنتم. ما بديتش المباشر من اللي كانوا الموظفين وكانوا أعوان السلطة، وكانت واحد المجهودات جبارة ديال الأطباء وكل المتطوعين اليوم اللي حاضرين هنا بالباشوية من أجل هذه الفئة، من أجل الموظفين، من أجل أعوان السلطة. فعلا هاد الناس هادو هما اللي متطوعين، هاد الناس هادو هما اللي داروا هاد الالتفاته الرائعه اللي كنحيوهم، لان فكروا في هاد الناس اللي كانوا طيله فتره كورونا واقفين. هنا كاين نكران الذات نرجعوا نقولوها، حتى هاد الناس اللي واقفين بهاد البدله البيضاء حتى هما كانوا مجندين في زمن كورونا وما جلسوش وما وقفوش، وكانوا في الواجهه كيواجهوا فيروس كورونا. اليوم كنشوفوهم ما كيفكروش في نفوسهم، مازال كيزيدوا يعطيو ومازال كيفكروا في الغير، مازال كيفكروا انهم كيفاش يفرحوا الغير. تحياتي لكل الاطباء وكل الممرضات وكل المتطوعات والمتطوعين اللي حاضرين في هذه الحمله الطبيه. فغادي نبدا معكم الاستاذه الطبيبه حنان، الدكتوره حنان. اليوم كنشوفكم مره اخرى كما قلت هذيك المره لكم كاملين، انتم اصحاب هذه البدله البيضاء، نسيتوا نفوسكم انكم كنتوا في الواجهه طيلة فترة كورونا ومازالين يعني كتخدموا الغير. مرحبا دكتور. شكرا شكرا الأخت نادية، شكرا شوف تي في، صباح الخير متتبعين قناة شوف تي في. احنا كالعادة اليوم كاينين في بوجنيبة لحملة طبية مجانية لفائدة الموظفين والأعوان بشوية بوجنيبة والملحقات التابعة لها. الحملة كتمر في أجواء جيدة، كان هناك فحص ديال السكري، كاين قياس الضغط الدموي، الفحص بالصادة، وكاين فحص طبي مع توزيع أدوية مجانية اللي هي مختلفة وشملت مجموعة ديال الأمراض ومجموعة ديال الاختصاصات. حملة جمعية لنتواصل هاد الفترة هادي في هاد الجولة استهدفت الموظفين، علاش كيف قلتيها الأخت نادية؟ أن هاد الموظفين كانوا واحد الجنود المجندة في واحد الفترة العصيبة جدا في البلاد ديالنا، وحتى هما مواطنين ومن حقهم أنهم يستفيدوا من الحملات الطبية ومن العمل الجمعوي، لأن الهدف من العمل الجمعوي هو التآزر، هي المحبة، هي التضامن، وهذه راه أخلاقنا حنا كمغاربة اللي تربينا عليها. وجمعية لنتواصل إلى رجعنا غير لهاد السنة في ظرفية كورونا، الحملة الطبية اللي دارت ديال الو الطبيب استهدفت السكينة ديال مدينة خويبكة، كانوا حملات أخرى اللي خارج الإقليم جات على مستوى أزيلال، خنيفرة، بني ملال، فقي بن صالح، مشينا المداشر بعيدة جدا اللي في الجبل اللي كانوا الناس في ظروف صعبة، وكانت كتسيبلي واحد العدد كبير ديال المواطنين. إذا جمعية لنتواصل ما كتقتصرش على العمل واحد الفئة معينة، بل تتعامل مع المواطن المغربي
كيف ما كان النوع ديالو كيف ما كانت الفئه ديال الاجتماعيه ديالو، لان الهدف ديال الجمعيه هو نشر الخير، نشر المحبه، نشر التآزر ونشر التعاون والتضامن ما بين المواطنين وما بين الشعب المغربي. نعم دكتوره حنان، كتخدموا يعني قيله في الاسبوع، كنعرفوا السبت والحد هو حتى انت تبارك الله تنعرفوا عندك تعليمات، عندك مسؤوليه، عندك باغا ترتاحي، ولكن السبت والحد هذا هو العمل، هذا هو العمل الاجتماعي، وهذا هو العمل التطوعي، هو تضحيه، تضحيه من النفس، تضحيه من الصحه، تضحيه من الوقت ديالنا. على ذكر تضحيه من الصحه، كنشوفوا حنان راكي مازال يعني مريضه ومازال باقا بلا تخانول، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش لانه كان واحد الالتزام وما يمكنش غادي ما يمكنش غادي نخفيو بالالتزام ديالنا، لان كان واحد الوعد وكان واحد التهيئات وكانوا الناس كيتسناو، ما يمكنش غادي نلغيو الحمله الطبيه. بطبيعه الحال انا راه ماشي بوحدي، معايا الدكتور ياسين الكنيزي ومعايا الطاقم الطبي اللي هو من خيره ديال الناس، ولكن الحب ديال العمل الجمعوي والعمل التطوعي هو فاش كنصيب راحتي. داكشي اللي دابا واخا عيانه جيتي ربما غادي تشافي بهذا بطبيعه الحال. بطبيعه الحال لانك ملي كيكون واحد لو ترونسفير وان كونتر ترونسفير ما بين جوج الناس ايجابي، راه كتكون نشر واحد لي زوند بوزيتيف، ما كتبقاش ديك السلبيه، والايجابيه راه كترفع من المعنويات، والمعنويات هي تتخلي الانسان واقف. هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليك، الله يحفظك، تبارك الله عليك، صباحك مبروك. دائما سبق الخير. يا ربي امين، يا ربي امين. إذا صراحة ملي كيجتمع الطب والإنسانية كنلقاو شي حاجة اللي هي رائعة، ملي كتعطي يعني هنا كتشوفوا معنا مازال كيستقبلوا يعني الأعوان السلطة الموظفين اللي كيوقفوا لهم وقفة احترام وتقدير لكل مجند من أجلهم، طاقم طبي تبارك الله يعني، والأدوية بالمجان كما كتلاحظوا معنا. وما ننساوش اننا نذكركم ان اليوم يوم السبت، يوم عطله للطبيب، يعني السيمانه كامله هو خدام، ربما اليوم يوم عطله ليه، ولكن فضل انه يكون في خدمه الاخر. شي حاجه اللي هي نبيله، شي حاجه اللي هي رائعه، شي حاجه اللي صراحه كنقدروهم وكنحترموهم عليها. شوفوا ميمتي مسكينه حتى هي. يعني كما قلنا حملة طبية لفائدة الموظفين وأعوان السلطة، ربما هذه المهمة الأم ديال عون سلطة أو أم موظف اللي اليوم كيوقفوا لها هاد الطاقم الطبي، تيقولوا لها شكرا أنك أنت اللي نجبتي لنا هذاك الموظف أو هذاك عون سلطة اللي كان طيلة فترة كورونا واقف وعطي من وقته وعطي من جهده. إذا دكتور قبل ما تبدا مع السيد، الا سمحتي ناخذ واحد الكلمه ونخليك تكمل خدمتك. تحياتي لكم مره اخرى. تحياتي لك. تحياتي لك اختي ناديه. كنتي خدام بالليل وخدمتي السبت. اليوم 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 العكس، اليوم خدام بالليل. اليوم خدام بالليل. ان شاء الله. تبارك الله. الله يحفظك. يعني هذا العطاء. الحمد لله، نتمنوا يعني بادره طيبه، ونتمنوا يعني تعمم على اقاليم اخرى ومدن اخرى ان شاء الله، علاش لا. وكنشكروا البشويه ديال بوجنيبه على حسن الاستضافه، وكنشكروا الموظفين يعني على القبول ديالهم، وهذه راه بادره طيبه. كما قلت حتى الاسبوع اللي فات كنتمنى انها تعم قطاعات اخرى يعني من غير الموظفين ديال البشويه، لان يعني عندي اصدقاء في الوقايه المدنيه حتى هما قال لك ما كرهناش تكون واحد البادره ان شاء الله. وبالنسبه كما قلت حتى رجال الدرك ورجال الامن ويعني قطاعات اخرى ان شاء الله. الله عليكم. شكرا اختي ناديه على المواكبه. شكون اللي غايدير لكم التكريم؟ راه كنتو في الواجب. احنا ماشي مشكل، هذه المهنه ديالنا، هذا واجب علينا. نبيله صراحه. الحمد لله، هذا واجب علينا. تحياتي اختي ناديه، شكرا لك على المواكبه. شكرا. لاحظتوا معنا كيفكروا في الاخر، مازال تيفكروا في رجال الوقايه المدنيه ورجال الامن ورجال الدرك، هاد الناس اللي كانوا في الواجهه. نرجعوا نقول نكرا ندات، نساو نفوسهم. هاد الطبيب خوتي اللي كيتميز بواحد الاخلاق عاليه. السبت اللي فات كانت حمله طبيه في بشويه مدينه خريبكه، وكان هو يعني خدام بالليل الجمعه، وصباح الصباح كيخدم يعني هاد الحمله الطبيه في السبت. اليوم لا، اليوم ثاني عاود خدام بالليل، ومازال غيخدم دابا بالنهار ويخدم بالليل. الله يقويه ويعاونه. الناس كاملين اللي كل شيء دار يد في يد، ما شاء الله
الكل واقف وكل مجند. تبارك الله عليكم. الله يحفظكم. ناس الفقيه بن صالح حاضرين، تحياتي ناس الفقيه بن صالح اللي تهما جاو وما قالوش لا في هذا التطوع. كلمة بسيطة باش باش نخليك تكملي الخدمة. عبسيطة عبسيطة، قولي لنا قولي لنا ما قديتي. صافي حنا انا نيابة عنك غادي نقول لكم، على نيابة على كل متتبعي قناة شوف تيفي، نقول لك الله يحفظكم وتبارك الله عليكم، دمتم دائما للفعل الخير، جزاكم الله بألف خير. اذا كما كتلاحظوا معنا كل شيء خدام بابتسامه وفرحه من اجل استقبال الموظفين اللي كما قلنا هذه الحمله الطبيه لفائده الموظفين واعوان السلطه. اذا فشكرا لكل المتطوعين وكل المساهمين وكاع الناس اللي سهلوا باش تكون هذه الحمله الطبيه. شكرا للسيد الباشا باشا مدينه بوجنيبه اللي سهل لهم ووفر لهم يعني المكان، شكرا لحسن الاستقبال، شكرا كذلك الحضور لرئيس جماعة بوجنيبة والبرلماني سي عبد الصمد خنانة اللي صراحة جات ووقف وقفة احترام وتقدير لهاد الناس هادو اللي فعلا كانوا في زمن كورونا ما وقفوش وما دخلوش، خدامين 24 ساعة على 24 ساعة، ما كاينش كونجيات، كاين الخدمة من اجل يعني نمروا بزمن كورونا ونقضيوا على هذا الوباء بالتضامن والتعاون. والحمد لله ربي عز وجل رفع علينا هذا الوباء، اللهم لك الحمد. ياك حليلو عايز تقول لنا، اعطينا شي كلمه، كيف جاتك هذه المبادره؟ اعطينا كلمه. علاش نشمتني اعطينا كلمه. اول حاجه يعني كان مبادرة طيبة، مبادرة جميلة في اللي كتخص يعني الصفوف الأمامية اللي كانوا في أيام كورونا اللي صراحة ضحاوا بالغالي والنفيس، كيف ما كتشوفوا هما اللي كانوا خارجين للشارع بأنهم كينوهوا بالناس، كيحسوا الناس بأن مخاطر الوباء كورونا. الحمد لله داز هادشي بخير وعلى خير، تعازينا الحارة كاع الأسر اللي كانوا توفوا لهم العائلات ديالهم بسبب كورونا. الحمد لله جمعية لنا تواصل دارت هاد البادرة هادي وفكرات في هاد الصفوف الأمامية، كنبغيو نشكروها بزاف. كيف ما قال الطبيب يعني باقي حملات أخرين اللي مع الدرك الملكي ولا القوات المساعدة ولا حتى الوقاية المدنية ولا الأمن الوطني، كنبغي نشكرهم بزاف ومزيد من العطاء والتوفيق وعواشا مبروكة. صراحة يعني كيف ما كتشوفي يعني اصحاب هما حتى هما كانوا من الصفوف الامامية وضحاو حتى هما، كيف ما كتشوفي الطبيبة مريضة، الطبيب يعني خدام حتى هو بالليل وواقفين، فهاد الشيء كيبشر بالخير وكنتمناو لهم مسيرة موفقة، وان شاء الله غادي يكون لهم تكريم خاص لجميع الاطقم الطبية. وكنعاود نقول عواش مبروك ورمضان مبارك كريم. تبارك الله عليك، تحياتي. إذا فعلا الله يتقبل، الله يتقبل من الجميع يا رب. شكرا لكل واحد كيفكر في الاخر، تحياتي. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من بوجنيبه، بالضبط من باشاويه بوجنيبه. شكرا لكل واحد ساهم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.